الاشتراك في قناة زرق تي في، المرجو الضغط على زر ابوني وزر الجرس. ابتدأت رحلة صدور أطلس في البحث عن بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018 بتنقل إلى أضغال الجابون، لكن المقابلة جمعت بين المنتخب المغربي ومنتخب الجابوني على أرضية ملعب هذا الأخير، لتنتهي المقابلة بتعادل سلبي لكل منهما، وتتصدر الكوت ديفوار المجموعة بفوزها على منتخب مالي. ودخل أسود الأطلس وكلهم عازمون على تحصيل نقاط المباراة كاملة، لكن الحظ عاندهم مرات ورعونة المهاجمين كانت تعاندهم مرات أخرى. ليستضيف الأسود فيما بعد أفيال ساحل العاج بمراكش لمباراة رد التار بالنسبة للإيفواريين، حيث دخل المنتخب المغربي بقوة وحاول تسجيل هدف في الدقيقة 34 لولا بداهة الحارس وعدم تركيز مهاجم المنتخب المغربي يوسف النصيري، لتنتهي المقابلة بلا غالب ولا مغلوب، وتتربع الكوت ديفوار على الصدارة بأربعة نقاط، يليها المنتخب المغربي والجابوني بنقطتين، بعدما تعادل الجابون مع مالي في هذه المباراة من الجولة الثانية. في الجولة الثالثة استضاف المنتخب المغربي فريق مالي ليغرد عاليا بعد فوز بنتيجة معادة على منتخب مالي. سجل هدف اللقاء كل من حكيم زياش عن طريق ضربة جزاء، ثم تلهب طيب بهدف ثاني بعد تمريرة من زياش إلى الأحمدي، وهذا الأخير يمرر على طبق من ذهب لبطيب. الهدف الثالث كان لمتعلق حكيم زياش بعدما راوغ المدافعين وسدد من زاوية ميتة ليعلن عن انتصار تاريخي للمغرب في هذه الإقصائيات. دائما المتعلق حكيم زياش في التمرير، وهذه المرة يتولى الصغير أشرف حكيمي دور الهداف ليسجل الهدف الرابع والأول في مشواره مع المنتخب المغربي. المباراة حسمت، ولكن مع ذلك أسود الأطلس لم تتراجع إلى الوراء، فها هو البديل فيصل فجر توالي قليلا بعد دخوله، ومن أول لمسة يودع الكرة في شباك مالي ويعلن عن خامس الأهداف لينهي ميمون محي مهرجان الأهداف بهدف ثالث بعد توغل المتعلق بصوفة ليضرب الأسود. موعد مع مالي في مباراة العودة أربعة أيام بعد ذلك، ويمني النفس المنتخب المغربي بتحقيق نتيجة الفوز التي تضمن لهم الاقتراب أكثر من المتصدر الكوت ديفوار الذي انتصر خارج ميدانه على منتخب الجابون في هذه الجولة الثالثة بثلاثة أهداف للا شيء. في الجولة الرابعة استضافت مالي المغرب على آمال محو آثار نتيجة الذهاب، أما المنتخب المغربي فدفع بكل أوراقه من أجل تحقيق نتيجة الفوز، وبهجمة منظمة لأسود الأطلس حصل المخضرم بصفة على ركلة جزاء في الدقيقة 70 بعد عرقلته في مربع العمليات، تكلف حكيم زياش بتنفيذها لكن تألق الحارس المالي في إخراجها. بعد ذلك أضاع البديل طنان هجمة وانفرادا وجها لوجه مع الحارس المالي، لتنتهي المباراة بلا غالب ولا مغلوب، ويضيع المنتخب المغربي فرصة تصدر المجموعة بعد خسارة مفاجئة للكوت ديفوار بميدانه أمام الجابون. في الجولة الخامسة استضاف المنتخب المغربي منتخب الجابون، لكن طموحه استضاف بأسلوب منظمة وعازم على تحقيق الفوز. منتخب الجابون تجددت آماله بعد فوزه على الكوت ديفوار، لكن المنتخب المغربي عرف طريقه للشباك في دقيقة 37 ليفتتح نتيجة المباراة عن طريق المتعلق بوطيب بعد تمريرة سحرية من نور الدين مرابط. في الشوط الثاني تمكن أسود الأطلس من التسجيل ومضاعفة النتيجة دائما عن طريق المتعلق بوطيب بعد تمريرة من بوصوفة، ويضيف الهدف الثالث بعد ارتباك بين الحارس والمدافع ليركن الكرة في الزاوية 90 ويعلن عريسا لهذه المباراة. فيما تعادلت في هذه الجولة مالي والكوت ديفوار لتتصدر أسود الأطلس المباراة. أسود الأطلس دخلت مباراة الكوت ديفوار في المجولة الأخيرة وكلهم عزم على تحقيق نتيجة إيجابية أقلها الحصول على التعادل، لكن بعد مرور 20 دقيقة بادر الأسود للهجوم ونجحوا في تسجيل هدف الأول بعد مبالغة الضرار للحارس الإيفواري بتمريرة على شاكلة تسديده.
خمس دقائق بعد ذلك ومن ضربة ركنية نفذها المخضرم بصوفة، انبرى العميد بالعطية إلى إحراز الهدف الثاني ليقضي على آمال فيلة ويعلن عن المغرب أول بلد إفريقي يتأهل إلى المونديال بعد تألق. أعتذر إخواني.